مثل ما أسلفت، شركة تمكين الموارد البشرية استطاعت خلال السنوات الماضية أن تحقق أرقام ونمو كبير في معدل الإيرادات. ففي عام 2023 استطعنا أن نحقق إيرادات بمقدار نصف مليار ريال بمعدل نمو مركب مقارنة بعام 2021 يقدر بحوالي 17.6%. حققنا أرباح تقدر بحوالي 60 مليون ريال في عام 2023 بهامش ربح 12%. كذلك أحب أضيف أنه في النصف الأول من عام 2024 استطاع التمكين واستمرارا لعملية النمو الحمد لله أننا نحقق إيرادات بمقدار 312 مليون ريال بارتفاع يقدر ب 28% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي. نعم، هل لديكم أي التزامات مالية؟ والله الحمد والمنة، شركة تمكين منذ التأسيس وحتى اليوم وهي تنعم بملاءة مالية رائعة وجيدة جدا، لا يوجد لدينا أي ديون أو أي التزامات مالية. طيب سيد فارس، على مستوى ما يراقبه المستثمر كذلك عند دخولكم للسوق، ما هي سياسة توزيعات النقدية ربما المطروحة اليوم أمام الشركة؟ حقيقة السياسة موجودة ومعتمدة من المجلس. سياسة توزيع الأرباح دائما تكون مرتبطة بكل ما يتعلق بالتدفقات النقدية، بالتوقعات المستقبلية، بالمشاريع، وبالتالي فهي مرتبطة كذلك بقرار مجلس الإدارة. جيد، دعنا نتحدث عن سياستكم في المرحلة المقبلة في ظل هذا الطرح واستراتيجياتكم الجديدة، ما إذا كان هناك ربما ثمة توسعات استراتيجيات جديدة. حقيقة احنا منذ ان اسسنا الشركة قبل 6 سنوات حتى اليوم وتمكين في مرحلة نمو، قدرنا ننمو في قطاع الافراد، قدرنا ننمو في قطاع الشركات، قدرنا ننمو في قطاعات جديدة متوافقة مع رؤية المملكة 2030. اليوم نجد في حراك اقتصادي كبير جدا في كل ما يتعلق بمتطلبات رؤية المملكة 2030، مشاريع الإنشاء، مشاريع الطبية، مشاريع اللوجيستكس، المواصلات، المشاريع اللي تتعلق بالحج وبالعمرة. صحيح. كذلك كل ما يتعلق بالترفيه، كل ما يتعلق بالضيافة، كل هالحراك الاقتصادي الكبير اليوم احنا قاعدين نتوسع من خلاله. نعم. فاستباقا للأمر هذا، احنا اشتغلنا في شركة تمكين وفي استراتيجية تمكين على العمل على تأسيس 3 شركات تابعة لشركة تمكين استشرافا من المستقبل الطلب بإذن الله في المملكة. أول شركاتنا اللي تم تأسيسها اللي هي شركة التقنيات المفتوحة، وهي تخدم قطاع التكنولوجيا وقطاع الوظائف المهنية من محاسبين وإداريين وكل ما يتعلق شركات الاتصالات والبنوك، شركة إلاف التخصصية تخدم قطاع الضيافة، تخدم القطاع اللوجستي، تخدم الصيانة والتشغيل. صحيح. وأخيرا شركة إيراف للرعاية المنزلية. نعم. وهي أحد دار تعاوننا مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب اليوم تعتبر هي أكبر شريك في تمكين، تم الاستحواذ على حصة 25% في عام 22. اليوم أسسنا مع شركة الدكتور سليمان الحبيب شركة إيراف الطبية، تمكين تملك 60% منها ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب تملك تقريبا 40% منها. هدفنا بإذن الله التركيز على القطاع الطبي وكل ما يتعلق في الرعاية الطبية المنزلية، وهذا بصراحة تعتبر ميزة إضافية لتمكين عن بقية الشركات المنافسة في القطاع. صحيح. أنه تمكين أصبح عندها وصول وأصبح عندها قدرة على الوصول للقطاع الطبي خصوصا. نعم. شركة متمكنة وشريك استراتيجي مثل مجموعة.